طابت أوقاتكم، من المقرر أن يحضر الرئيس الصيني سي جين بين قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي المقرر عقدها في جوهانسبورغ خلال يومي الجمعة والسبت. وقبل هذا الحدث التقى الرئيس شي نظراءه من 9 دول إفريقية داعيا إلى المزيد من التبادل والتعاون مع هذه الدول. تعهد الرئيس الصيني شي جين بين لرئيس توغو بدفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، وقال إن الصين ستشجع وستدعم شركاتها في استثمار وتطوير الأعمال في توغو. وخلال لقائه مع نظيره الغاني، قال شي إن الصين ستساعد دول غرب أفريقيا التي تعاني من تفشي وباء إيبولا على تقوية الأنظمة الصحية العامة. وفي لقائه مع نظيره جيبوتي، قال شي إن الصين ترحب بمشاركة جيبوتي في تطوير طريق الحرير البحري للقرن 21 الذي طرحته بكين، مضيفا أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون العملي مع جيبوتي في مختلف المجالات. وفي محادثاته مع الرئيس الغاني، قال شي إنه يجب على البلدين دعم بعضهما البعض بحزم وحماية مصالحهما المشتركة وتعزيز التعاون متبادل المنفعة. وكان التعاون المربح لجانبي أيضا موضوع المحادثات بين الرئيس شي والرئيس الأنغولي. ودعا شي جين بين إلى تعزيز التوجه السياسي والحفاظ على الزخم القوي من التبادلات رفيعة المستوى. وتعهد الرئيس الصيني بمزيد من التعاون مع مالي في الشؤون الدولية خلال لقائه مع رئيس مالي. وقال شي جين بين إن الصين ستشارك بنشاط في عملية حفظ السلام للأمم المتحدة في مالي. وفي لقائه مع الرئيس الغابوني، دعا شي أيضا للمزيد من التعاون بين البلدين في تعزيز بناء القدرة على الإنتاج والزراعة. وقال شي في لقائه مع نظيره الموزمبيقي إنه يعين على كلا الدولتين توسيع التبادلات في مجالات التعليم والثقافة والسياحة. وفي لقائه مع الرئيس الكيني، دعا شي إلى توثيق التواصل الرسمي في القضايا الدولية والإقليمية بما في ذلك إجراءات لمواجهة تغير المناخ. وأيد أيضا دورا أكبر لكينيا في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. هذا وقال الرئيس الصيني سي جين بين خلال مأدبة الترحيب التي حضرها مع قادة القارة السمراء أن الصين والدول الإفريقية تتقاسم الثقة السياسية وأن اقتصاداتهم تحقق التكامل. وقد تعهد سي جين بين بالبناء على هذه المزايا في العلاقات لتحقيق المزيد من التعاون المثمر. التقى الرئيس الصيني شي جين بين بالعشرات من القادة الأفارقة قبيل حضوره القمة المقرر عقدها اليوم الجمعة. وقال شي إن أفريقيا ليست قارة ذات تاريخ عريق فحسب، بل إنها تملك مستقبلا مشرقا أيضا، مضيفا أن التجارب التاريخية المماثلة والتطلعات المشتركة للتنمية بين الجانبين توفر عوامل جذب طبيعية بين الشعب الصيني وشعوب أفريقيا. ولفت الرئيس شي إلى أن هناك مسؤولية مشتركة يضطلع بتحمل أعبائها الجانبان للحفاظ على صداقتهما وتقويتها، وأن شعبي الصين وأفريقيا يجتهدان من أجل تحقيق أحلامهم، وأن للجانبين استراتيجيات تنموية على قدر عال من الانسجام، ولديهما الحاجة والموارد اللازمة لتوسيع التعامل من أجل التنمية المشتركة. ودعا الرئيس الصيني للعمل بمفهوم الترجمة والتحويل في العلاقات، حيث تترجم الصداقة بينهما إلى قوة دفع جديدة للسعي من أجل التنمية المستقبلية وتحويل الموارد الطبيعية والبشرية التي تختني بها أفريقيا وتسخيرها لتعزيز النمو الاقتصادي. من جهته قال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما إن أفريقيا والصين تملكان علاقات شراكة استراتيجية وفريدة من نوعها، ويعمل منتدى التعاون الصيني الأفريقي على ترقية هذه العلاقات ودفعها إلى مستويات أعلى. وحث القادة المشاركين على بذل الجهود لإنجاح القمة وتعزيز العمل من أجل تعميق التعاون الصيني الأفريقي في المستقبل.
عقد الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا يوم أمس الخميس، وقد حضر الاجتماع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير التجارة الصيني غاو خوتشن ووزراء خارجية الدول الأعضاء الإفريقية ومسؤولوها عن التجارة الخارجية والشؤون الاقتصادية، فضلا عن ممثلين لمفوضية الاتحاد الإفريقي. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في خطابه إن قمة جوهانسبرغ للتعاون الصيني الأفريقي المقرر عقدها خلال يومي الجمعة والسبت هي القمة الثانية بين الصين وأفريقيا بعد قمة بكين التي عقدت في عام 2006، وسيركز قادة الجانبين على موضوع تقدم الصين وأفريقيا معا، التعاون القائم على منفعة الجانبين من أجل التنمية المشتركة، لإجراء محادثات حول تعزيز الصداقة والتعاون والتنمية بين الجانبين. في الوقت نفسه قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا مييتي ناكوانا ماشابان في كلمتها إن منتدى التعاون الصيني الأفريقي لا يغطي المجال الاقتصادي فحسب، بل يشمل السلام والأمن والموارد البشرية وغيرها من المجالات الهامة في أفريقيا، وأشارت إلى أن أفريقيا آخذة في الارتفاع، ويأمل الجانب الأفريقي في أن يقدم الجانب الصيني المزيد من المساعدات في مجالات التصنيع والبنية التحتية والتعليم والصحة وتدريب الكفاءات وغيرها من المجالات، إضافة إلى دعم أفريقيا لمواجهة تحديات التنمية وتحقيق أجندة أفريقيا لعام 2063، مضيفة أن هذا العام يصادف الذكرى 15 لتأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي، ومن شأن قمة جوهانسبرغ أن تدفع التعاون الصيني الأفريقي وأن تجلب منافع لشعبي جانبين، لافتة إلى أن العلاقات بين الجانبين ستدخل عصرا ذهبيا. جدير بالذكر أن الاجتماع قد راجع ووافق على جدول أعمال قمة جوهانسبرغ لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، فضلا عن إعلان قمة جوهانسبرغ لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي والمشروع المشترك بين الصين وأفريقيا لخطة عمل جوهانسبرغ لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بين عامي 2016 و2018. والآن ننتقل إلى جوهانسبورغ لنقل جزء من خطاب الرئيس الصيني سي جين بين في افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي. سادسا، خطة التعاون الصيني الأفريقي في تسهيل التجارة والاستثمار. سينفذ الجانب الصيني 50 مشروعا داعما للتجارة في إطار مساعدة حكومية لأجل تحسين البنية التحتية والظروف الناعمة للتجارة الداخلية والخارجية واستثمار أجنبي في أفريقيا، ويحرص على إجراء تشاور حول تجارة السلع وتجارة الخدمات والتعاون الاستثماري وغيرها من الاتفاقية التجارة الحرة الشاملة، وتوسيع حجم الصادرات الإفريقية إلى الصين مع دول الإفريقية ومنظمات الإقليمية، ويدعم تعزيز الجمارك وفحص الجودة والضرائب لدول إفريقية، إضافة إلى إجراء تعاون في مجال تحديد معايير واعتراف المتبادل بالصداقة والتجارة الإلكترونية. سابعا، خطة التعاون الصيني الأفريقي في تقليص الفقر وإغناء الشعب. سيعزز الجانب، أقول لكم قد نجحنا في إغناء تقريبا 100 مليار شخص من الفقر، وهذا حصل على اعتراف الأمم المتحدة، ولكن ما زال هنالك يعني وجود فقير كثير في دولة في الصين. وبهذه المناسبة التي تسعى الصين فيها إلى تحقيق المجتمع الميسرة، نحن سنسعى إلى تحقيق أهداف أكبر.
سيعزز جانب الصين جهودها لمساعدة إفريقيا تزامنا مع جهوده تقليص فقر فيه، وسينفذ 200 مشروع حياة السعادة لتقليص الفقر، تهدف رئيسيا إلى مساعدة النساء والأطفال، وذلك بالإضافة إلى إعفاء دول الأقل نموا في إفريقيا من قروض بلا الفائدة التي لم يتم سدادها قبل نهاية عام 2015. ثامنا، خطة التعاون الصيني الأفريقي في الساحة العامة. سيواصل الجانب الصيني على مشاركة في بناء مركز أفريقيا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وغيرها من عمليات بناء نظام وقاية وتحكم للصحة العامة، ويدعم إجراء تعاون نموذجي بين مستشفى الصيني ومستشفى الأفريقي، وتعزيز بناء أقسام متخصصة ومواصلة إرسال بعثات طبية وتقديم المساعدة الطبية إلى الدول الأفريقية، و توفير أدوية الأرتيميسينين المركبة ضد ملاريا، وتشجيع شركات صينية على صناعة الأدوية في أفريقيا لأجل تسهيل الحصول على المنتجات الدوائية. تاسعا، خطة تعاون الصين الأفريقي في مجال إنساني وثقافي. سيساعد الجانب الصيني أفريقيا في إنشاء 5 مراكز ثقافية وينفذ تلقي إشارة تلفزيونية عبر أقمار اصطناعية في 10,000 قرية أفريقيا، ويقدم لأفريقيا 2,000 منحة دراسية ذات شهادة التأهيل و 30,000 منحة دراسية حكومية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ل 200 خبير أفريقي و 500 شاب أفريقي إلى الصين كل سنة، ويدعم فتح رحلات جوية المباشرة بين الصين ودول الأفريقية، ويعزز التعاون السياحي بين جانبين. عاشرا، خطة التعاون الصيني الأفريقي في السلام والأمن. سيقدم الجانب الصيني مساعدة مجانية إلى الاتحاد الأفريقي بقيمة 60 مليون دولار، ويدعم تطوير جيش الاحتياط الدائم لقوات الرد السريع للطوارئ في أفريقيا، وسيشارك الجانب الصيني في عملية حفظ السلام في أفريقيا في إطار الأمم المتحدة، ويدعم تعزيز قدرة أفريقيا في مجالات الدفاع الوطني ومكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب والمراقبة الجمركية وإدارة الهجرة، لضمان حسن تنفيذ خطط التعاون العشرة بشكل سلس. قرر الجانب الصيني توفير دعم المالي بقدر 60 مليار دولار وذلك يشمل توفير مساعدة مجانية وقروض بلا فائدة بقيمة 5 مليارات دولار، وتوفير قروض ميسرة وإئتمان تصدير بقيمة 35 مليار دولار، وإضافة إلى 5 مليارات دولار إلى صندوق التنمية الصيني الأفريقي والقروض الخاصة بتنمية الشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة. وسيتم إنشاء صندوق تعاون الصين الأفريقي في طاقة الإنتاجية بقيمة الأولية 10 مليار دولار. الزملاء المحترمون، السيدات والسادة، يصادف
هذا العام الذكرى 15 لإنشاء مدني الأفريقي. وخلال 15 سنة المنصرمة حقق التعاون الصيني الأفريقي نتائج مثمرة في كافة المجالات. ازداد التبادل التجاري الصيني الأفريقي وحجم الاستثمار الصيني في أفريقيا في عام 2014 ب 22 مرة و 60 مرة مقارنة مع عام 2000. فقد أصبح منتدى التعاون الصيني الأفريقي علما يقود التعاون الصيني الأفريقي وأرسى نموذجا يحتذى به في تعاون الجنوب ويشجع المجتمع الدولي على تعزيز استثماراتها في القارة الأفريقية. والآن تعيش العلاقات الصينية الأفريقية في أحسن مراحلها. يجب علينا الصعود إلى الأعلى والنظر إلى الأبعد والمضي قدما بخطوات كبيرة لنبذل جهودا يدا بيد لتوحيد صفوف شعوبنا البالغ عددهم 2,400,000 نسمة لفتح مرحلة جديدة للتعاون وكسب المشترك وتنمية المشاركة وأفريقيا. وشكرا. كان هذا جزءا من خطاب الرئيس الصيني سي جين بين في افتتاح منتدى التعاون الصيني الافريقي. وقد تحدث الرئيس الصيني عن التعاون والاستثمار بين الجانبين، كما تحدث عن التجارة، عن حجم الصادرات بين الجانبين، وتحدث ايضا عن مركز افريقي للسيطرة على الامراض. تحدث الرئيس الصيني عن التعاون في المجال الثقافي والانساني، وتحدث ايضا عن مجال السلام والامن والتعاون في هذا المجال بين الصين وبين القارة الإفريقية. أجرى كبار رجال الأعمال من الصين وإفريقيا حوارات رفيعة المستوى مع القادة السياسيين لكلا الجانبين، وذلك في الدورة الخامسة لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والأفارقة. اجتمع كبار رجال الأعمال من الصين والقارة الأفريقية في المنتدى، وتركزت نقاشاتهم على تعزيز التعاون في مجالات عديدة منها البنية التحتية والتصنيع والنقل والطاقة. وطرح كبار رجال الأعمال من الجانبين تعزيز التفاهم بشكل أفضل. تتطور أفريقيا ولكل دولة من دولها مطالبها الخاصة، وتوفر السوق الضخم في أفريقيا فرصا كبيرة للتعاون، حيث يتمكن رجال الأعمال من خلال هذا المؤتمر من التعرف على السوق بشكل أعمق، كما يمكنهم أن يفهموا استراتيجيات تنمية في البندال الأفريقية على نحو أفضل، ويضعوا الخطط وفقا للسوق الأفريقية. وكان ممثلو عشرات الشركات الصينية هناك يتصدرون في مجالات التعاون بين الصين وأفريقيا. بالنسبة لنا تقدم هذه المنصة فرصة للاتصال مع الشركات الأفريقية بشكل أفضل، ويمكن للجميع أن يتبادلوا المعرفة. تمكنا من الوقوف على مطالب السوق وما هو المطلوب حقا في أفريقيا، وما إذا يمكن للصين أن تجربه إلى الطاولة، ويمكننا أن نجد شركاء العمل. وقد تم توقيع أكثر من 20 اتفاقية بقيمة 13 مليار دولار أمريكي تغطي البنية التحتية والصناعات الكيماوية والتمويل. وفي الوقت الذي تشهد فيه أفريقيا تنمية اقتصادية سريعة، رأى كبار رجال الأعمال هناك أن المنتدى يوفر فرصة لهم للتعليم من تجربة الصين. في وقت راهن ترغب أفريقيا في تصنيع وبناء بنية تحتية وبناء طاقة، وقد مرت الصين بهذه التجربة، ونحن نعلم أن الصين تتحرك نحو اقتصاد استهلاكي، وهذا يعني أنه يوجد فرصة لأفريقيا لتدوير تصنيع والتركيز على الطابع المحلي. حضر أكثر من 700 من قادة الأعمال من كلا الجانبين هذا المؤتمر، واستكشفوا خلاله سبلا جديدة للتنمية المشتركة والتعاون المربح للجانبين لدفع التصنيع في أفريقيا. استضاف رئيس مجلس الدولة الصيني ليك تشانغ ندوة الخبراء حول العمل الاقتصادي يوم الأربعاء، وقد ترأس الندوة وألقى فيها خطابا هاما. قال ليك تشانغ
أنه من أجل تحقيق بداية ناجحة للخطة الخمسية الثالثة عشر يجب العمل على تكثيف قوة الإصلاح الهيكلية من جانبي العرض والطلب وتعزيز الخدمات والتنمية للتصنيع ودعم النمو للمؤسسات الصغيرة وفائقة الصغر. وأكد لي أنه يتوجب كسر الاحتكارات وحماية المنافسة العادلة وتعزيز النمو للصناعة الناشئة وزيادة فرص العمل، كما يجب تسريع الإصلاح والترقية في الصناعة التقليدية وتعزيز انتعاش كفاءة المؤسسات وتخصيص الموارد. كما قال لي أن مواجهة الوضع المعقد للتنمية الاقتصادية يجب على جميع الإدارات المحلية تنفيذ القرارات والترتيبات، وكذلك الاهتمام بالعملية الاقتصادية التي تعد من علامات القضايا الهادفة، ويجب العمل على تعزيز الأبحاث في القضايا الكبرى وبذل أقصى الجهود لدعم الاقتصاد الصيني والحفاظ على سرعة النمو العالي والمتوسط والانتقال نحو مستوى أعلى من التنمية. شددت الرئيسة المشاركة لفريق الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ على أهمية خفض درجات الحرارة العالمية المرتفعة، وأوجزت العواقب المترتبة على بقاء المناخ العالمي أكثر دفئاً. إن هدف خفض درجتين مئويتين هو خيار سياسي ولم يكره علماء مطلقة، ويبين التقرير الأخير بوضوح أن حجم ظاهرة الاحتباس سوف ينجم أما قاطرة شديدة واسعة الانتشار وأحيانا أثار لا يمكن محوها أو التكيف معها. وفيما يتعلق بهدف الدرجة ونصف الدرجة إلى درجتين، أود أن أضرب مثالين عن العواقب طويلة الأمد. الأول هو بالنسبة للشعاب المرجانية وما تمثله هذه الشعاب من نظام أيكولوجي، تعريف على وجه التحديد. أما الثاني فيتمثل بمقاطر طويلة الأجل المتعلقة بزعزعة استقرار القطاع الجليدي وارتفاع مستوى سطح البحر. يعمل المفاوضون على مشروع قرار تكتنفه العديد من القضايا الشائكة التي لا يزال يتعين عليهم تسويتها، وأكبر العقبات تتمثل في إنفاق المبالغ الطائلة من الأموال التي تعد بمليارات الدولارات وتحتاجها الدول النامية للتحول من الوقود الأحفوري والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ. إن قمة مناخ باريس مطالبة بأن تكون نتائجها وقراراتها هي الأقوى من أي وقت مضى، بهدف دفع الدول الغنية والفقيرة على حد سواء للعمل على الحد من انبعاثات الغازات وخفض الاحتباس الحراري. أقيم صباح أمس الخميس في بكين مراسم الاحتفال بإطلاق قاعدة بيانات وسلسلة كتب الدراسات اللغوية لمبادرة الحزام والطريق برعاية دار نشر الوثائق التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وجامعة نينسيا. التفاصيل مع مراسلنا في التقرير التالي. جرت مراسم الاحتفال بإطلاق هذين المشروعين الأكاديميين لحضور عدد كبير من العلماء والخبراء المختصين بدراسات العالم العربي والدبلوماسيين الصينيين والعرب، حيث تم تعريفهم على الأحوال الأساسية لبناء قاعدة البيانات التي تعد الأولى من نوعها لتسلط الضوء على التبادلات الثقافية بين الصين والدول العربية، وتحتوي على كمية وافرة من آخر الإصدارات والكتب والوثائق والأرشيف الرقمي لثمار التعاون بين الصين والدول العربية الواقع على طول الحزام والطريق. في ظل الاستراتيجية الوطنية لبناء الحزام والطريق، نحن وبالتعاون مع جامعة نينشا نعمل على تجميع مصادرنا لبناء منصة معلوماتية كبيرة لتعزيز التبادلات الثقافية والعلمية والتعليمية بين الصين والدول العربية، وذلك من خلال التعاون في البحوث العلمية والنشر الأكاديمي. وأعرب الحاضرون عن أملهم في تفعيل دور قاعدة البيانات في مد جسور التواصل بين الجامعات والمراكز البحثية في الصين والعالم العربي، وجعل قاعدة البيانات مرجعية رصينة للمتخصصين في دراسات العالم العربي في الصين. أما سلسلة كتب الدراسات اللغوية لمبادرة حزام طريق فهي أول سلسلة كتب تختص بدراسة الأوضاع اللغوية للدول الواقع على طول حزام طريق، لما يساعد على تقديم دعم لدراسة اللغات في الدول المعنية. إن اللغة عمل أساسي للتواصل، لذا نحن بحاجة إلى تلك السلسلة من كتب معنية لتدقيق فجوة لغوية وتعزيز علاقاتنا في كافة المستويات.
ذكر أن هناك ضرورة لربط هذه المشاريع أكاديمية بمواد أكاديمية وبحثية عربية لتساهم في تقريب وجهات النظر وتحقيق مصالح مشتركة للجانبين. مع صدور سلسلة الكتب اللغوية وقاعدة البيانات حول مبادرة حزام طريق، يتخذ العلماء الصينيون إجراءات حثيثة لتعزيز التبادلات الثقافية بين الصين والدول العربية. وبفضل التوسع وآثار مبادرة صينية في مختلف المجالات، نحن واثقون بأن هذه الخطوات المعنية ستلعب دورا إيجابي في دفع التواصل والترابط بين الجانبين وتخدم بشكل أفضل للشعبين. منجي CCTV العربية، بيجين. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية. المزيد من التفاصيل تجدونها كالمعتاد على موقعنا الإلكتروني cctv.com، كما يمكنكم متابعة بثنا الحي وبقية برامجنا على نفس الموقع. إلى اللقاء في نشرة لاحقة.